العصابات، قلت في تصريح سابق بأن لدي أملك أسماء لهذه العصابات ولمن تنتمي، هل تحدثنا لو سمحت بوضوح أكثر؟ هذه عصابات منفلتة ومعروفة بالاسم وبحقهم مذكرات كثيرة من مذكرات أمر القبض صادرة بحقهم. طيب من هم؟ اذكر لنا الأسماء. كل الشارع في محافظة ديالى لدى المواطنين. يعني الأسماء هذا اختصاص الجهات الأمنية، مو صعب علينا أن نذكرها، بس معروفة واختصاص الجهات الأمنية، احنا ما نجي نتطرق لأسماء نكرات في مجرمين. نعم، ولكن يعني هل هذه العصابات المنظمة سيد صلاح لا تستطيع اليوم القوات الأمنية وشرطة ديالى على وجه الخصوص الوقوف بوجهها، خاصة عندما تتحدث الأنباء الأخيرة عما يرد في ديالى بوصول وزير الداخلية على رأس وفد أمني رفيع إلى المحافظة؟ ما المؤمل من هذه الزيارة أيضا؟ يعني إذا تسمح لي، إحنا متابعين هذا الملف بقوة، وخصوصا بعد الحادث الأخير، مقتل أحد العمال في أحدى الشركات اللي تعمل بإعادة إكساء أحد الطرق المؤدية إلى المقدادية. وبعد هذا الحادث تم التواصل مع السيد رئيس الوزراء مباشرة وتحديد موعد، واليوم ذهبنا بصحبة النائب الأول لمجلس النواب وتسع نواب عن محافظة ديالى، ووضعنا خريطة وآلية وتفاهم في كل ما يدور في محافظة ديالى. والسيد رئيس الوزراء مشكورا مهتم بهذا الملف شخصيا، وليلة أمس أرسل مساء أمس أرسل فريق متخصص إلى محافظة ديالى بقيادة رئيس جهاز الأمن الوطني، واليوم وموجود السيد وزير الداخلية. نعم. في محافظة ديالى أيضا لتغيير ما موجود بحسب الاتفاق من بعض القيادات الأمنية في محافظة ديالى، والوقوف على الخلل ومن ثم معالجة ما حدث والقبض، إلقاء القبض على هؤلاء المجرمين.